صباح الخير، صباح الزين، صباح النور. شوفوا، انا بعض المرات ملي كنجي كنهضر كنكون انا معقوله وعارفه اش نقول وعارفه اش ندير، ماشي تنهضر من فراغ. ملي كنجي ندخل في شي قضيه داخله فيها وعارفه اللي غيجي من بعدها واللي قبلها فميمكنش انا غادي نجي نهضر في واحد الموضوع بلا ما نعرف شنو فيه. تتقولوا لي هادو كيشجعوا على حقوق الوالدين، هل انتم شفتوا غير حقوق الوالدين؟ ما كاينش حقوق الاولاد. الاب ما كيتحملش المسؤوليه، الام ما كتحملش المسؤوليه. اذا كانت امي غير صالحه، اذا كانت امي فاسده، اذا كانت امي كتشوه السمعه ديالي، غادي نحترمها؟ لا ما نحترمهاش، سمحوا لي. اذا كانت امي رمتني في الزنقه غادي نعقل عليها؟ اذا كانت امي رمتني في الحمام ورمتني في طارو الزبل واخا نعرفها ما نعقلش عليها، هذيك ماشي ام صالحه وما تصلحش تكون ام. ولا جات ام زوجة الاب وكانت صالحه، هذيك هي الام ديالي. فهمتوني؟ الا كنت انا خدام وتندخل مصاريف وخصني نعطيه لبا باش با يمشي يقمر بهم ويزني بهم ويخسرهم على ولادهم المره الثانيه، لا غخلوني مسخوطه الوالدين، غخلوني مسخوط الوالدين. فهمتوني؟ ثم مازال كلخين، مازال شوفوا انا هاد المعتقدات ديالكم احنا مسلمين وعندنا رضا الوالدين وزيدوا زيدوا 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 زيدوا، عندنا السخط والرضا. السخط والرضا عندكم غير نتوما، النصارى ما عندهمش. النصارى عندهم ديالي ديالي ديالك ديالك، وعايشين بخير وعايشين في لابي، عايشين في الامن والامان. ما تجيش تقول لي انايا لا راك مسخوط الوالدين، راك مسخوطات الوالدين. راه نتوما مسخوطين الاولاد. انت ايتها الام الفاسقه الفاسده مسخوطه ابنائك. مسخوطه ابنائك، لانك انت شوهتي السمعه ديالكم ديالهم، لانك انت كليتي رزقهم. فاذا بلا ما تجيني شي وحده في الخاص وتبقى تقول لي راه هذه كتشجع على حقوق الوالدين. ما كاينش حقوق الوالدين حبيبه، كاين حتى حقوق الاولاد. شحال من ولد وشحال من بنت والديها كلاو ليها رزقها ورموها للزنقه، شحال من بنت استغلوها والديها، شحال من بنت كانوا السبب في دمارها والديها. واش هذا الشيء ما كيحاسبش عليه الله؟ قولوا لي واش حنا هاد من يكون هذا الاب وهذا الام؟ من يكون مجرد بشر بحالنا بحالهم تيحزقوا تيخراو تيبولوا؟ غنجي نعبدهم؟ غادي نجي نعبد الاب ديالي والام ديالي لانهم كانت عندهم غريزه جنسيه واستمتعوا جنسيا وجابوني انا؟ نجي نعبدهم؟ هما راه استمتعوا جنسيا خصهم يفرحوا لانه انا كنت لهم الفضل انه نجمعوا في لقاء جنسي. نجي انا تقولوا لي حقوق الوالدين؟ انا غادي نحترم والديا، غنحترم والديا الا ربوني تربيه حسنه وفروا لي ظروف العيش الكريم، احترموني، خافوا عليا، ساندوني، ما كلاوش لي رزقي، ما ادونيش، ما ضربونيش، ما تعداوش عليا، ما طلقونيش، زوجوني بالشخص اللي بغيت، خلوني نعيش حياتي في ترونكيل. هادو هما الوالدين. علموني على داكشي اللي طالب الدين. فهمتي؟ داكشي اللي طالب الدين. لا علموني، هادو والديا، نبوس يديهم ورجليهم، نعطيهم الف تحيه. ولكن انايا تجي وحده تقول لي الام الام، وانا دازو معايا قصاص وعمري ما غنساهم. اللي كنت عايشه في الرباط، كنت سهرانه في كلوب ياسمين ومعايا وحده تدخل ساكنه في السله، وانا كانت عندي طوموبيل وهزيت الدراري صحابي وجوج بنات وصلتهم. جات هي نوصلها، تعيطت لماما قالت لها ماما انا راه قريبه نوصل. قالت لها دبرتي؟ قالت لها لا. قالت ليها ولا لا دخلتي عندي للدار، سيري دبري واجي. هذه ام والدها من لحمها وكبدتها، ام تنقول لكم ماما، ماشي متبنياها ولا جايباها من الزنقه ولا الام ديالها. 9 شهور وهي عندها في الكرش، قالت ليها ما تدخليش عندي حتى تدبري، سيري شوفي لك شي بلاصه اخرى. والبنت شنو؟ ملي غادي تدبر؟ وانا كانت عندي القضيه محزوقه، جبت انا عسى عندي في الدار، تلاقت لي خرجت الاكدال دبرات عاد دخلت للدار، مشات القهوه الصفراء. هادشي تنقول لكم حضرت لي بعيني وربي شاهد عليا. كنت عايشه في دبي، جوج خواتات ما تينشفوش، هادشي قدام عيني وربي شاهد عليا. وغدا الجمعه لهلي يكونها ليا، جوج خواتات كانوا معايا في دبي وتيخرجوا ما تينشفوش، واحد مور واحد صيفطوا الفلوس للمغرب. قالوا لي صوفيا حنا عينا غنرجعوا للمغرب، راه عندنا الفلوس نشريو دار نديروا بروجي. منين رجعوا للمغرب في الرباط
منين هبطوا للمغرب قسما بالله لقاو الام ديالهم شرات الدار لخوها لخوهم لخوهم اللي هو خوهم هما وكتوجد ليه العرس مزوجه وتتوجد ليه العرس منين بداو البنات كيغوتوا قالوا ليها ايوا نتوما كما درتوا هادو ديروا يا اخرين والبنات رجعوا للسعوديه ما بقاوش تمشوا لدبي ورجعوا للسعوديه بداو ازيرو تجيو نتوما تقولوا ليا حقوق الوالدين عندك حقوق الوالدين هضره جوج حقوق حقوق الاولاد فينا هما فينا هما حقوق الاولاد ديال الناس اللي كتفهموا هي اللي عندكم العقل هي اللي قاريين هي اللي متحضرين هي اللي متفتحين فينا هما حقوق الوالدين واش نتوما يرضيكم تشوفوا اطفال صغار والرضع في الشوارع في الخيريات اللي كيتكرفسوا عليهم في الزناق كيتعرضوا للاغتصاب كيتعرضوا للاغتصاب جنسيا وحتى ماديا كيسعوا بهم هادو راه هادو راه مغتصبين فينا هما حقوق الطفل حقوق الرضيع حقوق اي حاجه والكلبه ما كتسمحش ولادها وانت تتبقاي في ولادك وتجيب هادشي غير بعض القصص من بزاف ديال القصص مروا حدايا وقدام عينيا بلا ما نذكروهم لانه الا مشيت تسبقيت كنسرسر ما غاديش نعيا وندير فيلم واكشن وفيديو في اليوتيوب في جوج سوايع ما غاديش نسالي خلاصه الموضوع الام اذا كانت صالحه كيكونوا الابناء صالحين اذا كانت الام غير صالحه فحتى الابناء غير صالحين فهمتوني فما تجيوش نتوما تقول لي الام والوالدين ومالك مالهما حياتك حياتهم لا الاب والام حياتهم حياتهم ومالهم مالهم ومالي مالي وحياتي حياتي سالينا نهار الموت يجيو يورثوا فيا اما باش انا نجيب فلوس ونعطيهم لوالدي ونبقى بالجوع ونبقى ساكنه في دار الكره ونبقى خدامه بجوج دريال لا حبيبه انا اولى فهمتي مادام هما واكلين شاربين نعسين ما يجيوش ياكلوا لي رزقي خدموا عقلكم مزيان وما تبقوش تسبقوا الاحداث قال لك عقوق الوالدين عقوق الاولاد والاولاد ما عليهمش ما يهدهمش الله يلا انا غدا الخدمه اللي عنده شي ام تهلات فيك تهلاي فيها ما تهلاتش فيك ما تهلاش فيها عندك زوجة الاب تتهلا فيك تهلاي فيها عمرك تقولي هذه راه ماشي امي راه امك مادام ما شتيش منها العيب تهلاي في مرات باك مرات باك الا ما لقيتي منها حتى شي حاجه شي اديه تهلاي فيها نهار تلقاي منها اديه ديك الساعه نوضي ليها فهمتي لا هي ولا اي واحد ايوا شي الاب ديالك لا تجرأ عليك ولا الام ديالك تجرأ عليك وتأديك وتدي لك رزقك هز حوايجك وخرج وما تعاودش تسول فيهم لا دنيا لا اخره قل تتقوا انت دي ربي والحق معاك الحق معاك ما تقولش لي لا ما سولتش فمي ما لا ما سولتش فيهم اذا كانوا هو غير اذا كانوا هما غير صالحين اذا كانوا هما غير صالحين ما سولتش فيهم ما تقولش لي لا خصك تسول فيهم لا ما نسولش فيهم ما نسولش فيهم اذا كانوا هما غير صالحين واش انا غنسول على واحد الام تتهمني بالزنا تهمتني بشرافي تهمتني مع بابا تهمتني مع خوتي لا اسمح لي هذه ماشي ام